مشاهدينا مشاهدي ومتابعي وقراء اليوم السابع، اهلا بكم في بث مباشر من داخل مستشفى صدر المحله. يعني في اول لقاء مع الدكتور محمد حيدر مدير عام المستشفى، هيكلمنا اكتر ويوضح لنا عن دور المستشفى وازاي بيتعاملوا مع حالات العزل وحالات الاشتباه بفيروس كورونا، ويعني منذ دخولها المستشفى وحتى يعني ثبوت ايجابيتها او سلبيتها بالاصابه. بنرحب بك يا فندم في اليوم السابع، ويا ريت تعرف المشاهدين عن دور المستشفى في التعامل مع الحالات ومن اول منذ دخولها. طبعا مستشفى صدر المحله ومستشفى الامراض الصدريه كلها على مستوى الجمهوريه طبعا لها دور كبير جدا في موضوع وباء الكورونا المنتشر في العالم كله. طبعا احنا طبعا خط الدفاع الاول اللي بنبدا فيه نواجه الحاله ونكتشفها. طبعا الناس كلها طبعا على درايه وعلى وعي بحد موضوع الساعه، فبيجي لنا طبعا في الاستقبال البدايه الناس اللي هي بتشتكي من اعراض وعندها اعراض تنفسيه، بيجي لنا في الاستقبال الاول بيخش على الفرز تمريض بيبدا ياخدوه يسالوه بعض الاسئله ويقيس الحراره بتاعته. لقت الحراره مرتفعه او في اعراض او في مخالطه مع حالات ايجابيه او حالات جايه من مناطق بوقها، بتقدر تدخله تلبسه طبعا ماسك جراحي الاول طالما ان هي شكت فيه، وتدخله لغرفه الطبيب. طبعا الطبيب والتمريض والناس اللي بتتعامل كلها مع الحاله تبقى كلها واخده اجراءاتها السليمه ولابسه المعطيات الشخصيه كلها طبعا الحمد لله متوفره عندنا، سواء الماسك او القفازات او الجاون او يعني في حاجات اخرى حسب التعامل مع المريض. الدكتور طبعا بيقابل الحاله بيسالها الاسئله العاديه التقليديه، بيكشف عليها كشف دقيق وبيلاقي بينطبق عليها تعريف اشتباه الكورونا. فعلا في الاحوال دي على طول بنبدا نتعامل مع المريض كانه حاله اشتباه. الطبيب طبعا بيبدا يدينا خبر، بنبلغ الطب الوقائي في المديريه عندنا حاله اشتباه كذا كذا بينطبق عليها التعريف، بيتفق معانا وبيبدا يسجلها، ناخد الرقم القومي وبيانات الشخصيه ومكان السكن، وبنبدا طبعا ناخد الاجراءات الطبيه معاه، بنبدا نعمل الفحوصات اشعه على الصدر اشعه سينيه عاديه وصوره الدم كامله، بالاضافه الى ده ايه التحليلات اللي بتطلب في القسم كله. هنا اصبح المريض طبعا اشتباه بيبدا العامل الطوارئ، برضه عامل الطوارئ طبعا مهم جدا في العمليه، يكون لابس كل الواقيات الشخصيه بتاعته اللي قلنا عليها، وبيصعد المريض في ممر طبعا معين مخصص للحالات الاشتباه دي، المفروض ما بيمشيش اي مكان، في ممر طبعا متفقين عليه في على اتجاهه خالي من اي موظفين او اي تمريض او اي يعني فاضي مخصص للمريض فقط، بيصف الممر وبيطلع للمكان غرف العزل اللي عندنا مخصصه للحالات. عندنا طبعا عدد حاليا 15 غرفه، ممكن نزودهم بنلاقي الاعداد الكبيره اللي يوصلوا لحوالي 35 غرفه. بيبدا المريض يطلع هنا ونبدا نتاخد معاه الاجراءات الصحيه بقى وكافه العدوى السليمه، يخش اوضه خاصه بيه نبدا زي ما قلنا ناخد التحليلات وصوره الدم، ويبدا ياخد نطبق عليه البروتوكول بتاع وزاره الصحه في العلاج، في بروتوكول طبعا موحد كلنا ملتزمين بيه، وبنبدا ياخد العلاج. طبعا بعد الاكس الاشعه بتتعمل الفني الاشعه فني المعمل على طول لازم اهم حاجه مسحه من المصداق ومن الانف والحلق، وبعض الحالات بناخد منها طبعا عين الدم. المسحات ديت طبعا بتتجمع وفي اسرع وقت يعني ممكن في خلال ساعتين تقوم الجماعه بعربيه المستشفى ونبعتها على المعمل الاقليمي في طنطا. غالبا الدوره دي تاخد لها من 24 ساعه 48 ساعه حسب حسابه الاعداد، لان طبعا المعمل ده مسؤول عن المحافظه كلها عليه ضغط كبير. بين التمام والتبادل بقى مع القسم الوقائي في المديريه بذلين مجهود كبير معانا جدا، وفريق الترصد عندي بذل مجهود كبير جدا في انتظام العمل. في خلال 24 48 ساعه بنعرف النتيجه سواء سلبي او ايجابي. الحالات الايجابي طبعا بتكون غرفه الطوارئ في وزاره الصحه عرفت قبل مني ان في حاله ايجابي في المستشفى اسمه كذا فلان كذا، بيتصلوا بيا عليها مباشره. غرفه طوارئ وزاره الصحه برضه لها دور مهم جدا في العمليه عشان ما ننكرش دور حد، بيبداوا يتواصلوا معايا حالات عندك فلان كذا كذا طبعا، وبيعوز تقرير طبي بقى دقيق، عايز تقرير طبي عن الحاله تمام كانه هو كشف عليها بالظبط. بتواصل معاه وابعت لهم التقرير ده، في خلال نص ساعه بيرد عليا الحاله ديت فعلا تنفع تتنقل او ما تتنقلش. لو حاله خطيره او ظروفها او حالتها متاخره طبعا بنضطر نسافر المستشفى سواء كانت في العنايه المركزه او الحاله بتاعتنا تسمح بالسفر مسافه طويله عشان لها احتياجات معينه.
الحالات اللي هي مستقره بيديني اوردر انها تتنقل خلاص الاسعاف هيجي لك الساعه كذا، فعلا يجي الاسعاف بياخد الحاله كل اسعاف كل حاله في عربيه خاصه بيها ويقول لي توجه المستشفى العازله تكون مثلا كفر الزيات، حاليا معظمها على كفر الزيات او كان في مستشفى اخرى في البدايه. هنا خلاص دوري خلص بعد ما وصل العربيه المريض سياره الاسعاف طبعا بينزل برضه من ممر معين وعشرود برضه مكافحه العدوى مطبقه هنا بدقه شديده للحفاظ طبعا على الفريق الطبي. الحمد لله لحد الان احنا ايه مش عايز احسب ده، الناس الحمد لله كلهم بخير وكويسين ومش هيحصل لهم ان شاء الله اضعافات باذن الله بالوعي الكامل بتاع الفريق الطبي اللي شغال معانا. الحالات السلبي بقى نتكلم الشق الاخر، طبعا معظم الحالات بتبقى بالنسبه لاغلب الحالات السلبيه دي بتفضل عندنا. بنطلع بقى نشوف الدكتور النبطشي الاخصائي النبطشي او الاستشاري الموجود بينظر الحالات كلها السلبيه، الحالات اللي هي حالتها بسيطه وعاديه ومفيش اعراض دي بيتعمل لها خروج، حاله بقى فيها التهاب رئوي اعراض تنفسيه شديده حراره ما بتنزلش دي بنسيبها في المستشفى ل 140 ساعه وبناخد منها مسحه اخرى علشان زياده التاكيد ونبعتها للمعمل وترجع لنا تاني سلبي كده بنبقى ايه شو 100% الحاله دي هترجع للكورونا وبنعمل لها خروج. ايجابي بنبدا مع نفس القصه اللي قلت لك عليها تتنقل ايه بنفس الطريقه. طب بالنسبه يا فندم بخصوص الحالات اللي هي الاشتباه يعني هناك يعني يا ريت برضه تعرفنا اكتر يعني حالات الاشتباه يعني في حالات يعني هل مثلا في حالات بيظهر على اعراض وحالات بيظهرش على اعراض ولا كل الحالات بيظهر على اعراض؟ طبعا بص احنا ايه شفنا في الموضوع الكورونا شفنا حاجات كتير جدا وكان كل يوم بيحصل تغيير لتعريف الحاله، فاللي انت بتقوله ده كله شفناه، شفنا حالات اعراض بسيطه حراره بسيطه 38 7 8 شهر مجرد سعال وخلاص وطلعت ايجابي، وفي حالات طبعا بتيجي حالات اعراضها شديده زي الالم والحراره مستمره بقاله اربع او خمس ايام، الم بالصدر ضيق التنفس ديت طبعا برضه شفنا الحالات دي. بس الاهم من ده غالبا طبعا مخالطين سواء لحاله ايجابيه قبل كده او مخالطه لحاله جايه من المنطقه موبوءه المناطق المقربه بالذات والصين وكده. تمام، كلمنا يا فندم عن الحالات اللي هي الحالات اللي يعني اللي تم اكتشاف انها ايجابي والكلام ده، يعني كم حالة تم اكتشافها في خلال الفترة اللي فاتت وتحولت على مستشفيات ايه يا فندم؟ طبعا يعني هو في وزارة الصحة حافظة الكلام ده وحافظين الكلام ده أكثر مني يعني، وطبعا احنا من أول مستشفيات أو أكبر الأعداد عندنا الحمد لله احنا في الأول على محافظة الربيع تقريبا في نسبة الإيجابي، فاحنا مكتشفين 98% من الحالات الإيجابية في محافظة الربيع مستشفى صدر المحلة، طبعا مش بمجهودي المجهود الفريق اللي معايا كافة العدوى فريق الترصد فريق الجودة اطباء على درجه كبيره من الوعي بيراعوا ضميرهم جدا في العمل بينفذوا التعليمات بكل دقه، لان طبعا الحاله لو حاله عدت مننا مشكله ان حاله تقع منك اشتباه بتادي حي اكمله او قريه باكمله، دي طبعا كل الفريق ده على درجه كبيره جدا من الوعي بدليل طبعا النتائج اللي بتحصل. عندنا تقريبا دخل حوالي 400 حاله اشتباه تقريبا من البدايه اكتشفنا 78 حاله ايجابيه. طب كلمنا يا فندم بقى عن دور المجتمع المدني في دعم مستشفى صدر المحله يعني خلال الفتره اللي فاتت دي بعد منذ يعني ظهور الازمه وظهور الحالات الايجابيه. طبعا اولا طبعا وزاره الصحه والتمويل الطبي كان يوفر لنا بنسبه كبيره في بدايه الجائحه، لكن طبعا لما الطلبات زادت والاستهلاك كتير جدا للمستلزمات ومكافحه العدوى بدا الموضوع طبعا احنا مش لوحدنا مستشفيات عباس صادق والمبين بدا ان احنا عاوزين طبعا مساعده، فالحمد لله ربنا يعني ايه يسر لنا التواصل مع رجال اعمال كتير جدا من المحله ومن طنطا ومن اماكن اخرى، والحمد لله يعني ايه ساعدونا ومستلزمات كافه العدوى بالتحديد وفي اجهزه العنايه المركزه لقونا اجهزه عنايه مصنوعه جديده ومونيتورات وسرنجات الكتروبيه ما بقى يعني حاجات تقترب من 2 مليون جائزه انت بتعرفها قبل كده، ودي كان لها دور مهم جدا وايجابي في استمرار المسيره بتاع المستشفى وان احنا نأدي الرساله بتاعتنا ونخرج من الجائحه دي بأقل خسائر ان شاء الله. فكلمنا يا فندم بقى يعني نصائح حضرتك ايه يعني للمواطنين يعني لتفادي الاصابه بالفيروس وطرق الوقايه منه؟ طبعا احنا اتكلمنا في البدايه كان ناس كتير كانوا واخدين الموضوع يعني بسطحيه وعدم او الستار زي ما بيقولوا عدم اهتمام، لكن لما بدأوا يشوفوا فعلا الموضوع بيزيد لا بدأت الناس تعيد حساباتها من اول وجديد، ونشدنا كتير خاصه مش يا جماعه التزموا بتعليمات وزاره الصحه في هذا الشان كتير وكل يوم على كل وسائل الاعلام سواء الفيس او التلفزيون او كده، وقلنا الوسائل الصحيه العاديه اللي احنا عارفينها من بدايتنا
طبعا اللي هو عدم الازدحام اكتر حاجه، مفيش ممنوع تزاحم وان الناس تلزم بيوتها، لان الناس طبعا اي حد عنده اعراض بدايه ما يستحضرش يقول ده نزل برد، لا يروح للطبيب ويفحص ويتاكد ان الموضوع بيلعب على الكورونا. بدات الناس فعلا تهتم، الاشياء الصحيه العاديه اكتر من السوائل، التغذيه الصحيه السليمه خضروات وفاكهه وسوائل كتيره، طبعا تغيير الفصول بيزيد فيه العدوى عامه في كل سنه الوقت اللي فيه ده، ما فيش ناس صيف بدري طبعا، بتشوف الجو الحراره مختلفه في اليوم حر وبرد في نفس اليوم، ده جو العدوى جهاز التنفسي برضه، الناس ما تستعجلش على التصريح. تعليمات وزاره الصحه قلنا الحظر ده كان له عامل كبير جدا جدا في مصر، ان الموضوع بقى ريستريكتد خالص على البدايه، فعلا بدأنا نحس بايجابيه الموضوع، الحظر ده في الفتره الاخيره بدأت الحالات تقل، بعرفها من المؤشر بتاعي حجم او عدد الحالات اللي بتجي الاستقبال عشان عندها اعراض. الحمد لله في الاربع خمس سنين الاخيره ديت عدد قلت جدا، كان بيخش مثلا 200 حاله او 250 حاله عشان اطلع منهم 40 او 50 حاله شباه، النهارده الحمد لله يعني احنا حاجزين خمس حالات فقط الشباه من بدايه اليوم لحد دلوقتي، فده يعتبر مؤشر جيد، والناس الحمد لله بدات تتلقى التعليمات على كل الصفحات بتاعتنا، بنقول دايما صفحتنا الحمد لله صفحه يعني ايجابيه مع المجتمع والناس بتعتقد فيها، دايما بنقول الاشادات بتاعتنا ان احنا بنقول في جوه المطبخ بتاع عمليه الكورونا، فكلامنا له تاثير وهيتسمع بالنسبه لهم. فقلنا التزام طبعا، حالات الايجابي طبعا اللي هي المخلطه، ناس في وعي الطب الوقائي معانا بيساعدنا، بيجي لي الناس من المنطقه اللي هي فيها الحاله الايجابيه وبيجي يكشفهم ويتابعهم. خلال سيادتك القرى نفسها لما بتعرف بتلاقي كل الناس في مصنع من ثلاث ايام تقريبا كشفنا على المصنع كله وطلع منه حالات بسيطه ايجابي، بس الناس بقت عندها وعي وبدات تخاف وتنافس على وزاره الصحه، وده طبعا لازم الوزاره لوحدها لازم تكاتف المجتمع وكلنا مع بعض، كل واحد بيقوم بدوره، ان شاء الله هنعدي من المشكله دي باقل الخسائر باذن الله.